الحضور هذايا. احنا الحقيقة في سوسيوس الأيام القليلة السابقة شفنا أن ربما احنا مقصرين شيئا ما في التواصل مع العالميين معكم أنتم. ربما أنا شخصيا لمت نفسي قلت ربما حقنا عندنا بلوس دو كوميونيكاسيون افيك فو. نقول الكلام هذا لأن في الفترة الأخيرة لما معناها سي لطفي عبد الناظر الله يهديه معناها أشو بعد الجلسة العامة قام بالتصريح هذاك لاحظنا أن الإعلاميين خذوا هذا كمعطى معناها إن دوني دو باز. هذاك ما هو رئيس النادي الصفاقسي قال كذا هذاك معطى صحيح. تسألنا علاش قلنا ربما لأن احنا مقصرين شوية اون تيرم دو كومينيكاسيون بالنسبة للتواصل والإعلام وكذا. احنا حبينا اليوم نستدعاكم باش نزيدوا نوضحوا لكم الرأي نتاعنا معناها في دور الهيكل هذا هيكل السوسيوس والأهداف نتاعو. أهداف اللي هي كلها تصب في خانة واحدة وهي خدمة مصلحة النادي الرياضي الصفاقسي. وتوا الأخيان السيد الكاتب العام والسيد الناطق الرسمي باسم النادي الصفاقسي توا يعطيوكم معناها يذكروا بالدور وبالأهداف متاع الهيكل هذا وبالإنجازات اللي صارت في الخمسة والستة سنوات الأخيرة منذ إنشائه وبرنامج الاستثمارات بالنسبة لسنة 2015. ولا أنا اليوم معناها عملناها هي مناسبة كما قلت لكم أن نتواصلوا معكم وإن شاء الله أن التواصل هذا يدوم. أنا ما عادش أنا يظهر لي لا بريمير كونفيرونس إلى ديرنيير اللي عملناها من عام 2008 وقت اجتمعت بكم أنا وقت تكوين هيكل السوسيوس. منها ما صارتش كونفيرونس دو بريس. احنا حاولنا معناها السيد الناطق الرسمي والسيد الكاتب العام معناها وانا في بعض الاحيان كلما اتصلتوا بنا اعطينا معناها المعلومات اللي طلبتوا انتم بها لكن ما عملناش برنامج للتواصل معكم. بالنسبه للحقيقه للتصريح نتاع سي لطفي يعني الله يهديه معناها الحقيقه ماهوش فيما يخص شخصي. انتم تعرفوني انا مستانس معناها من قديم الزمان مش اشكال. اما اللي حز شويه في النفس هو ان عيب ان نجيو معناها بتهم جزاف تجاه 5000 منخرط. انتم تعرفوا اليوم هيكل السوسيوس في 5000 منخرط. يعني كي تجي بمنطق هذم أتباع فلان وهذم عاملين كومبلو على فلان وهذم كذا معناها المنخرطين في هيكل السوسيوس أحباء غيورين وأحباء صحاح للنادي الصفاقسي. هذوما ناس راهم ينقصوا من مداخيلهم. تلقى تلميذ تلقى يتوديون تلقى عامل تلقى موظف تلقى طبيب تلقى يعني ناس ينقص لك 10 دينارات من مكتوبه كل شهر. الاخر ينقص لك 20 دينار الاخر ينقص 30 الاخر 50 دينار باش يعين النادي الرياضي الصفاقسي عبر هيكل السوسيوس. هذوما ناس لابد ان نكونوا لهم الاحترام والتقدير. مش نعتبروهم تابعين كذا وراهم مانيبيولابل معناها نعرف اللي فيكم انتوما الاخوه العالميين عديد منكم منخرطين في السوسيوس. وانا نقدر هذا وانا فرحان برشا ان من الاخوه العالميين ثم ناس اللي قاده معناها تعين في النادي الصفاقسي ماديا وبالراي وعيب ان
معناها نجي ولأن في حالة تشنج ولا نفهم أنا ونفهم أن سي لطفي معناها قلق نهارتها وكذا ما يسلش كان ينجم راهو سلاح الزحاف ما هوش شكال شخص سلاح الزحاف مش شكال لكن الأحباء الغيورين هذوما اللي العدد نتاعهم والحمد لله قاعد كل عام تزيد بحوالي 1000 منخرط 1000 منخرط يدفعوا في الفلوس مش منخرط فقط معناها منخرط في النادي الصفاقسي في هيكل السوسيوس يعني في النادي الصفاقسي وقاعد معناها قايم بمجهود مالي مجهود بالرأي ولهذا أنا نحب مرة أخرى نشكرهم لزاديران هذوما معناها المنخرطين في السوسيوس ونستكثر خيرهم ونقول لهم لابد أن نواصلوا ولابد أن نخدموا الناس كل معا معناها فيما فيه مصلحة النادي الرياضي الصفاقسي يظهر لي أن واضح أن اليوم تكونت قناعة عند الرأي العام وعندكم أنتم اللي معناها التهم هذه ما عندها حتى معنى احنا في النادي الصفاقسي كنا دائما وابدا سباقين النادي الصفاقسي في اواخر السبعينيات بدا يبني في المركب امتاعه اللي في طريق المطار وكان اول جمعيه في تونس اللي كانت سباقه لبناء المركب امتاعها النادي الصفاقسي نفس الشيء في الفتره هذيك بدا في هيكله معناها الاستركتور امتاعه وعملنا لجنة الدعم وكنا الوحيدين اللي عندنا في بر تونس لجنة الدعم في 2007 بدينا في تكوين هيكل السوسيوس واليوم ما زلنا الوحيدين اللي موجودين عندنا وفخورين أن عندنا الهيكل هذا وفخورين بالإنجازات اللي قاعد يقوم به واللي مش يواصل القيام به نفس الشيء النادي الصفاقسي سباق في الترسيخ الديمقراطية احنا دخلنا توا كان ثم الناس التو ما فهمت نعود نذكروها اللي راهو دخلنا الحمد لله في تونس في حقبة جديدة في توجه جديد اللي يعتمد على الديمقراطية وقت لكان الديكتاتورية كنا قواه في الديكتاتورية احنا النادي الصفاقسي وانتو ما تعرفوا من غير ما نرجع لكم عديتاي معناها كي تقولوا انتم الزحاف في وقت من الأوقات رئيس للنادي الصفاقسي تعرفوا اللي معناها الديكتاتورية كانت موجودة اليوم دخلنا سور اونير نوفيل في توجه جديد نتاع ديمقراطية الديمقراطية هذه جابت الأخ لطفي عبد الناظر في 2012 اللي تم انتخابه بأغلبية ما كانش راهو بالجماعة وما كانش منصب جاءوا لي زاديرون تاع النادي الصفاقسي منخرطين النادي الصفاقسي بمن فيهم السوسيوس وانتخبوا السيد لطفي عبد الناظر في 2014 بنفس الطريق سي لطفي عبد الناظر لم يتم قبول هذه كلعبة الديمقراطية اللي معناها يلزمنا احنا بشوية بشوية نتعلموا ونهضموا لعبة الديمقراطية وما نتهربوش معناها على اليمين وعلى اليسار ونكونوا قابلين بلعبة الديمقراطية وعلى كل حال كما قلت لكم أنا نحب نأكد عليه خاصة شكري وامتناني وحبي الكبير لكل منخرط في هيكل السوسيوس وداير في كل منخرط في النادي الرياضي الصفاقسي لأن احنا عملنا في السابق ونعمل اليوم وسنعمل غدا على مصلحة واحدة وهي مصلحة النادي الرياضي الصفاقسي فمش ما نزيد ولا باش ما نطولش أنا كان تسمحوا احنا كرد وكأعلام ليكم أنتم نحبوا بصفة معناها سريعة السيد ناطق رسمي يذكر بلي فوندامونتو معناها دو لا ستركتور سوسيال دو كونسيبت
et de la structure socios. ومن بعد السيد الكاتب العام توا يعطيكم بعجالة الإنجازات اللي صارت في الخمسة ست سنين هذه والإنجازات المزمع القيام بها في 2015 ونحاولوا كل حد دريجين باش نعطيكم الكلمة وإحنا راهو معناها أي سؤال يخطر ببالكم أي سؤال مهما كانت درجة الإحراج فيه إحنا هنا موجودين راهو للإجابة عليه وتفضل سي حسونة بالنسبة لل مرحبا بكم الكل مرحبا برجال الإعلام فكرة سوسيوس إن ديجا ديسفيك بدات عام 2007 الفكرة خدموا عليها ثلة من أحباء النادي الرياضي السفيرسي وكانت الفكرة مبنية على أنه لازم نلوجوا دي رسول ستابل موارد قارة للنادي الرياضي السفيرسي تبلورت الفكرة ووقع النص متاحة في ماي 2008 وفي ماي 2008 تزامن هذا مع خروج سي صلاح الدين الزحاف من رئاسة النادي الرياضي السفيرسي ودخول سي منصف السلامي سوسيوس اي اس بدات بعشرة منخرطين اليوم سوسيوس النادي الرياضي السفيرسي فيها قريب برشا 5000 منخرط فما خدمة خدمت دوران الستة سنين هذوما خدموها برشا عباد وخدموها معناتها محبين تاع النادي الرياضي السفيرسي خدموها لفايدة النادي الرياضي السفيرسي وما فما حتى مرة ما خدمتش سوسيوس النادي الرياضي السفيرسي لفايدة شخص أو لفايدة هيكل احنا نخدمو لفايدة الجمعية اليوم سوسيوس النادي الرياضي السفيرسي كما قلت لكم فيها قريب 5000 منخرط تدخل 51000 دينار في الشهر واليوم الفكرة هذه قاعدة تنجح بشوية بشوية وقاعدة تتطور مع تطور الموارد متاعها والمداخيل متاعها لي فوندامونتو تاع سوسيوس النادي الرياضي السفيرسي يتمثلوا برانسيبالمون في الدعم المادي والدعم المعنوي للنادي الرياضي السفيرسي والهيكل هذا خذا على عهد على نفسه أنه ما يتدخلش في التسيير اليومي في النادي الرياضي السفيرسي خذا عهد على نفسه أنه يحاول باش يدخل الموارد القارة ويحاول باش يجيب أفكار في الـ في الـ في الـ في لي زانفيستيسمون باش ندخلوا موارد قاره للنادي الرياضي السفيرسي وتو ان شاء الله سي محمد الخليف شويه اخر يعطيكم ديتاي جرد على لي زانفيستيسمون اللي صاروا دوران لي سيس دنيير زاني المكتب التنفيذي تاع سوسيوس النادي الرياضي السفيرسي يتم انتخابه كل عام والانتخاب نتاعو يكون بالثلث ما يخرجش الكل علاش على خاطر نخمو في الاستمراريه ونخمو باش ما يكونش البيرو يعني موجود ويخرج الكل هكاك يولي فما مشكل كبير في الاستمراريه في النادي في, في في الهيكل ومشكل كبير في تحقيق الاهداف وتحقيق الانجازات سوسيوس كيف الفكرة تبنات على أنه الفلوس متاحها تمشي بور لي زانفيستيسمون هذوما عباد اللي خمت وقالت أنه الهيئة المديرة تكون غاطسة ياسر في التسيير اليومي ما تخممش تعمل وما تلقاش الموارد باش تعمل لي زانفيستيسمون اللازمين وباش تعمل مشاريع تدخل مداخيل للنادي السفيرسي الهيكل هذا خذا على عاتقه هذا الفولي في النادي الرياضي السفيرسي وخذا على عاتقه الانفستيسمون او سان دو سي اس اس اليوم يظهر لي قاعدين ننجحوا بشويه
نعاولوا برشا على الزادران أنهم يلتحقوا بالهيكل هذا، نعاولوا برشا على الهياكل تاع النادي الرياضي الصفاقسي أنها تعرف أكثر بالهيكل هذا. والهيكل هذايا باش نعرج شوية على الكلام اللي تقال، احنا انا الناطق الرسمي باسم المكتب التنفيذي وفي السوسيوس انا ما نتابعين حتى حد. باركونتر سي سلاح الدين الزحاف تابع للسوسيوس، وسي منصف السلامي تابع للسوسيوس، وسي لطفي عبد الناظر تابع زادة للسوسيوس، خاطر هما كلهم منخرطين في السوسيوس. السوسيوس هو الهيكل الجامع لمنخرطين نادي الرياضي الصفاقسي، مش الكل سيرت، لكن اون تري غروند بارتي من المنخرطين في نادي الرياضي الصفاقسي يكونوا داخلين في الهيكل هذا، واحنا نتشرفوا بهم الكل وما نحبوش شكون يمسهم لا من قريب ولا من بعيد. علاش؟ على خاطر العباد هذوما اللي شهريته 400 دينار يدفع في 10 دينارات في الشهر للنادي الرياضي الصفاقسي يحس انه محب منخرط وانجاجي مع جمعيته. عيب انه اليوم نجيو ان 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 نقولوا انه هذوما تابعين الفلان ولا هذوما يعملوا في دي كومبلو في وسط النادي الرياضي الصفاقسي، هذا عيب. واحنا كيما نجمو نتفهموا كيما قال سي سلاح قبيله شويه انه لا رياكسيون نتاع السيد رئيس النادي الرياضي الصفاقسي السيد لطفي عبد الناظر رياكسيون عشو نتفهمها، ولكن ما نحبوش وانه الفكره العامه الموجوده عند رجال الاعلام وعند الراي العام تكون وانه سوسيوس النادي الرياضي الصفاقسي هما هذوكم الاربع من الناس اللي قاعدين يكمنوا رئيس النادي. احنا ما عمرنا كمبنا في مع رئيس النادي على رئيس النادي، ومعمرنا كنا نحبوا داخلين باش نكمنوا. احنا داخلين الكره راه باش نعملوا كيف وباش نعاونوا باش نعاونوا في نطاق محدود، خاطر ما نجموش زاد نعاونوا في كل شيء. دونك يظهر لي الفكره وضحت شويه، ان شاء الله تكون وضحت شويه. نحب نذكر وانه لي زانفيستيسمون اللي صاروا الكل صاروا في عهد سي منصف السلامي، وصاروا في عهد سي نوفل الزحاف، وصاروا في عهد سي لطفي عبد الناظر. واكبر انفيستيسمون صار في عهد سي لطفي عبد الناظر، وسي لطفي عبد الناظر يعرف وانه الانفيستيسمون تاع لي بانوليد باغ اكزومبل اليوم ينجم يضاعف ولا الملتيبلي فوا 3 لو بودجي لي روسيت المداخيل اللي يدخلوا من عند من السبونسور الاستشهار. اليوم احنا نهار اللي حطينا لي بانو قمنا بمجهود فردي، وسي سلاح قام بمجهود فردي هو وثله من المنخرطين تاع نادي الرياضي الصفاقسي باش نعطيه للهيئه المديره 100,000 دينار ولا 120,000 دينار عطيناهم لها كهديه هيبه. معناتها هنا احنا قمنا ببيع المنتوج هذا للمستشارين ودخلنا 120,000 دينار للهيئه المديره على ثلاثه ولا على اربع مقابلات اللي مازال وقتها في السيزون. يعني اذا كان اليوم سوسيو سي اس اس تعمل انفستيسمون تاع 340,000 دينار وتزيد دخل فلوس 120,000 دينار ايكيفالون تاع 500,000 دينار، وبعد نسمعوا وانه كلام ماهوش باهي على هالمنخرطين هذو اللي يعطيو في الفلوس، وانتم تعرفوا الوقت هذا قديش صعيب باش انه العباد تقعد تعطي في الفلوس، وهذا دورنا احنا كهيكل تاع سوسيوس ان نخليو العباد هذوما ديما قراب للنادي الرياضي الصفاقسي وديما نتعاملوا معاهم كاخوه في عائله واحده. ولذا هذا توضيح اليوم السنه سوسيوس النادي الرياضي الصفاقسي في عهد سي لطفي عبد الناظر عطات 500,000 اكثر من 500,000 دينار، 120,000 دينار اسبيس فلوس و 340,000 دينار انفستيسمون، والانفستيسمون هذاك يفا ملتيبليي لو بودجي فوا 3 لي روسيت فوا 3. يعني اذا كان هذا بعد هذا كله نسمعوا كلام كيما هكا، هذا راهو ما ينجم كان يقلق على ليماج دو مارك تاع نادي الرياضي الصفاقسي، يقلق على في المنخرطين تاع نادي الرياضي الصفاقسي. احنا نتفهموا الوضع نتاع سي لطفي وما عندنا معاه حتى مشكله شخصيه، بالعكس تعاملنا معاه العام الاولاني معامله كبيره
وعاوناه في برشا حاجات وهذا واجب علينا. ولذا حبيت دونك نعرج شوية على اللي تقال باسكو الحقيقة أنا كنطق رسمي المنخرطين يتصلوا بي برشا ونحب معناتها نبلغ صوتي صوتهم في المجلس هذا باش 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 يعرفوا العباد وانه راهو احنا لا نتابعين فلان ولا نتابعين فلتان، الكلهم تابعينا نحن، الكلهم هما داخلين في المنظومه هذه ويعاونوا فيها وبارك الله فيهم. من باش ما نطولش برشا فما ان تو بتي بو ان بوين صغير، هو العلاقه ما بين المكتب التنفيذي والهيكل والمخرطين نتاعو. سمعنا في الجمعة اللي فاتت وأنه يقولوا هذم يبعثوا في المساجات باش يقولوا براو فوتي وفلان ولا هذم يعملوا كذا، احنا راهو ما عملناهاش هذا وعنا كان تحبوا الدليل موجود، وانتم فما شكون منكم دي سوسيوس ويجيهم دي ميساج؟ بالعكس هذه ستون بروسيدور موجودة عملناها قبل وباش وعملناها المرة هذه وباش نكملوا نعملوها مرة جاية، أن نحثوا العباد أن تحضر في الجلسة العامة خاطر هيك هو دور المنخرط لازم يكون في الجلسة العامة. وكما قال سيسلاح نيدس فيرسي كان ديما سباق واليوم زيدا كيف كيف برهننا مرة أخرى وأنه احنا سباقين في دمقرطة الرياضة في تونس. إن شاء الله التاريخ يسجل هذا ونعول عليكم باش توصلوا هالمعلومات هذه للرأي العام وبارك الله فيكم. جو باس الميكرو سي محمد خليف السيد الكاتب العام تاع المكتب التنفيذي سوسيوس نيدس فيرسي. دونك سي محمد مش يعطينا الان اهم الانجازات والاستثمارات اللي عملها هيك السوسياس منذ تاسيسه، وربما حتى ما نعرفش فكره على الاستثمارات اللي فكرت المستقبليه. تفضل سي محمد. بارك الله فيكم. مش معقول مرحبا بكم. اصبر نضيف على الخيان حاجه زينه، احنا هنيا ديما تهدي الخواطر وش نتلمدو وش كونو ديما عائلة واحدة، مي مالوغوزمون أنا هيدي أوبليجي باش نجاوبو على خاطر نقولوها بين دوفرين على التهجمات اللي صاروا على الهيكل وعلى منخرطي الهيكل. هو صورة احنا ندخلو الكورة باش نعرفو كيف، أما كمسؤولين ندخلو الكورة ساعات باش نتصابو شوية مساج ما فيها باس، أما وقت اللي يوصل السب وإلا التهجم على الجران بيبليك لازمنا نجاوبوا باسمهم اللي هما طلبوا ذلك، سواء كما قال حسونة ديريكتومون لينا احنا كهيئة مديرة كمكتب تنفيذي للسوسيوس نيتستيقسي وإلا زاد حتى عبر لي ريزو سوسيو اللي الناس كل تجمو تكونسلتيهم وتشوفوا الاستياء الكبير ياسر من المنخرطين اللي نعيدوا بأتباع ولا نعيدوا بتبعية ولا اللي هما مخربين ولا مانيبيلابل ولا حاجة. وهذا ذكركم به سي سلاح وسي حسونة اللي هما شنو مطينة المنخرطين بتاع السوسيو سيناديستيقسي. دونك هذا هو لو ميساج كون دوا لو بريزونتي. ونعرف زاد على حاجه اخرى اللي هي اليوم احنا سوسيوس نيتستيرسي متكون صحيح من مكتب تنفيذي، اما زاد فيه اداره بروفيسيونيل تعمل بطريقه بيرمانونت بطريقه علميه تخافير ان سيستيم دانفورماسيون وتحاول ديما تكون متصله بالمنخرطين تاع الهيكل وتوصل لهم اي معلومه ولا تعلمهم باي تظاهره تقوم بها نادي سفيرسي، مش كان الهيكل اي تظاهره تقوم بها يقوم بها نادي سفيرسي اونتر الجلسات العامه ولا اي احتفالات اخرى. كيف ما قالوا الاخيان سواء الجلسه العامه اللي ولا فيها سي لطفي عبد الناظر الرئيس ولا اللي ولا فيها سي منصف السلمي رئيس ولا اللي تناقشنا فيها نهار على اللوكال ولا اليوم الجلسه العامه اللي صارت فيها الحادثة وإلا صار فيها إسقاط القائمة الوحيدة المترشحة لرئاسة نادي رياضة الصفاقسي. وسور سا أون با أدير نوتخ بوزيسيون، خاطر كيف ما قال حسونة أون با دو بوزيسيون في دواليب وفي تسيير دواليب نادي رياضة الصفاقسي. احنا هنا باش نعملو ديزانفستيسمون باش نعينو الفريق
بمنظور معين ونحاول نحافظوا على النوتراليتي وماذا بينا من صحافة تتفهم ومن مسؤولين يتفهموا باش ما يجروناش التجاذبات كيف هذه خاطرنا بعاد على التجاذبات هذو. دونك نتعدى للإنفستيسمان كان تعاوني أحمد الإنفستيسمان اللي قمنا بيهم من 2008 حتى اليوم حديناه لكم في الشاشة هذية اللي هما كانوا في عهد مختلف الرؤساء نادي ما خلطناش في عهد سلاح زحاف هو خرج وحنا بدينا دونك مع سي موسى السلامي مع سي نوفل زحاف مع سي لطفي عبد النادر اللي كان القصيد الأكبر به وباش نواصلوا إن شاء الله مع الرئيس القادم اللي كان يكون سي لطفي عبد النادر وإلا غيره ومع الرؤساء القادمة خاطر هذايا الهيكل هو الباقي والناس كل نسعى باش نحافظوا عليه. دونك نبداو يمكن حطنا نكونوا في كنف فرحة أكثر منه نفاو من العتاب ومن اللوم. دونك حبينا أون أنونس أجوردي نو بروشان زانفستيسمون اللي هما إيسونسيلمون اليوم نسعاو لاقتناء حافلة لفرع كرة القدم نادي رابي سفيرسي اللي تكون لاحقة بقيمة نادي رابي سفيرسي وقيمة فرع كرة القدم للنادي. إن شاء الله نبدوكم أكثر تفاصيل على الانفستيسمون هذايا وقداش كبر الانفستيسمون والصور واللازم باش تعرفوا أكثر دي ديتاي على البروجي هذايا اللي هو إن شاء الله هي إن فوا إفيغا لو جور ديسي كيلكو موا من هنا لبضع أشهر أخرى. ثم المشروع تاع اللوحات الإلكترونية اللي ما ينجم يكون كان مهم لنادي سبيرسي عملنا لا بروميير ترانش السنة اللي هي شفتوها في ملعب طيب ميري اللي تاخو عرض الملعب وتوابع باش نكونوا دون لي نورم تاع الملاعب باش نكملوا لي دو كوتي اللي مازالوا اللي هما نفس قيمة المشروع الأول ولا أكثر شوية. هذايا مشروع اللي نجم يوفر للنادي مداخيل قيمة مليون وخمسمائة ألف دينار ولا أكثر شوية في السنة مقابل 300 ألف دينار ولا أقل شوية اللي كنا ندخلوهم من اللوحات العادية اللي كانوا موجودين في ملعب طيب ميري. دونك قاعة تقوية العضلات اللي تعرفوها الناس كل موجودة في اللوكال ملعب كريستيك تجاري مساهمة في التجارة في الشركة التجارية مع تسقة مالية اللي هي سي 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 آ اللي هو البوتيك اللي ماذا بينا الناس كل الأخرين كل نحاولوا نتعاون باش أونانيم المشروع هذايا اللي هو يكون مفخرة للنادي. وقت تلزينا صحيح قلنا عمرنا لا ندخلوا في تسيير ولا حاجه لان انهارت تلزينا ولقينا الفريق في ازمه ولقينا الفريق محتاج لنا ساهمنا في خلاص دين للنادي كان نجم يسبب لنا مشاكل كبيره اللي هو مع قضيه لومبيلي. Parmi les investissements, on y va malouner le mot par socios, le mot par de l'aide à l'espèce, les halouner une compétence d'investissement, mais je ne rêve pas l'aide à 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 investissement de plus de 40 000 dinars, mais je ne rêve pas l'aide à l'aide à يستقبل الاستاج نتاع اكابر نادي غادي ستاكسي يعاد تايب الملعب الرئيسي بالمركب الخليه الثقافيه والتربويه كيف شراء تجهيزات لمركز تكوين شبان كره القدم كيف احنا parmi les investissements اللي نقولوا عليهم هو les investissements في les joueurs les investissements في الressources humaines نتاع النادي quand on traîne dans un centre de formation. On le considère comme un investissement. هذا علاش ديما مركز تكوين نحاولوا نرافقوه إذا كان نحتاج أن انفستيسمون اللي يخليه في وضعية مريحة نحاولوا نوفروه. شراء تجهيزات لفرع كرة القدم ثم قاعة
بي وثم كيف ما قلت الساعة سيتو اف دو سي اس اس ثم السال دو فيزيوناج الموجودة في اللوكال اللي يستعمل فيها الأكابر نادي السفاقسي ثم حجرات الملابس بالمركب ان انفستيسمون تاع تهيئة القاعة مغطاة لكرة السلة شراء تجهيزات لفرع كرة السلة حملة تسجيل بالمركب شراء تجهيزات لفرع كرة الطائرة نحاول نوفقوا بين الكل صحيح أكبر نصيب مشى للأكابر كرة القدم مي حتى لي سيكسيون الأخرين نحاولوا نسبوا بيناتهم هذوما دي زانفستيسمون وصلوا مليون 200 ألف دينار مليون 250 ألف دينار في السنوات الماضية اللي النصيب الأكبر كان في السنتين الماضيتين وإن شاء الله تواجد السنوات القادمة باش تكون نصيب أكبر نظرا لعدد المنخرطين اللي زاد بطريقة طيبة في السنوات الأخيرة اللي هو إن شاء الله en projet en 2015 un investissement اللي يفوت 650 ألف دينار بين كمال خلاص الحافلة وبين لا دوزيام ترانش بانوليت ومبرمجين 2016 ان غران بروجي زاد في مركب النادي السفاقسي اللي هو باش يفوت 250 ألف دينار دونك نحاولوا on fait un planning sur 3 ans de nos projets tout en mettant la possibilité pour d'autres investissements le maquette اللي باش تجي بعدنا اللي هو نقطة أخيرة حبيت نذكر اللي احنا بيتنا راهو زارعين ديمقراطية من 2007 من تأسيسنا اللي هي يمكن ما كانتش موجودة في برشا هياكل من سياسة للرياضة اللي احنا نتداولوا على المكتب التنفيذي بسوسيوس نادي السفاقسي بطريقة سنوية ثلث أعضاء الهيكل يتجدوا pour assurer la continuité والتداول الديمقراطي على تسيير هيكل سوسيوس نادي الرياضي السفاقسي بارك الله فيكم على الحضور نعطي الكلمة الأخيرة لسي سلاح قبل ما نشوفوا عندكم شيء أسئلة وإلا نتعديوا الأسئلة سي سلاح تفضل مش نبدأ لك أنا بالحافلة الحافلة هي راهي ولو أنا حقنا أتيت الكلمة هذه بالنسبة للحفلة لسي محمد لأنه يحكي على التجهيزات والاستثمارات أنا حاجة برك نحب نلح عليها أن اقتناء الحفلة هذه هي الانيسياتيف بالعربي معناها مبادرة من سوسيوس أوروب يعني سوسيوس أوروب هما اللي سعوا مبلغ هام سوسيوس أوروب مش توفروا لاقتناء الحفلة هذه السعر متاحها مش يكون حوالي 400 ألف دينار أقل شوية ما حوالي 400 ألف دينار وإحنا مازلنا للآن نتفاوض مع المزود باش ينقص لنا شوية معناها في الثمن متاحها ككونتريبيسيون للسوسيوس وهي حفلة مجهزة خاصة بفريق الأكابر يعني حتى عدد المقاعد أعتقد أنه مش يكون 35-36 مقعد حتى يكون أريحية أكبر للاعبين معناها في عوض 56 مقعد باش تكون فقط 35-36 مقعد مجهزة بكيتشينات يعني معناها باش الناس تعمل كسكروت ولا تعمل قهوة وتعمل كذا ولايقة بالنادي الرياضي السفاقسي وأكيد أنها من الاستثمارات الهامة للنادي السفاقسي لأن عداء الهيبة تاع النادي السفاقسي اللي هي موجودة واللي لابد أنها تزيد معناها تسهل النادي السفاقسي وتربحوا في عديد المصاريف خاصة أن تعرفوا معناها أسعار كراء الحفلات وإحنا تبارك الله نعملوا في الليكيب سينيور برشا دي ستاج وبرشا دي ديبلاسمون وكذا اعتقد انه انفستيسمون هام اللي حبيت نلح عليه انها مبادره ومساهمه بجزء كبير في اقتناء الحفله هذه من سوسيوس اوروب واحنا على كل حال الكلنا سوسيوس معناها اوروب ولا الناس الموجوده في تونس ولا خارج تونس الكلنا سوسيوس لكن انا نحب نثمن المجهود الخاص
les adhérents des socios اللي هما خارج تراب الوطن واللي انتم تعرفوا غادي قيمة الفلوس الناس اللي غادي تلقاه تلميذ ولا طالب ولا يخدم ولا كذا الفلوس اللي يدفعها معناها فريمون ينحيها من لحمه معناها بالنسبة للأزمة أنا ما أعتقدش أن ثم بعنوان أزمة إذا كان اليوم ثم أزمة في النادي الصفاقسي معناها طول عمرنا عندنا أزمة أكيد أن في حياة النادي الرياضي الصفاقسي ثم فترات كما الفترة هذه اللي نعود نقول لي لا أعتقد أنها فترة أزمة وأكيد أن اللجنة العليا للدعم ستعقد في الأيام القليلة القادمة اجتماع معناها بين أعضائها لتدارس معناها الوضع والفترة المستقبلة للنادي الصفاقسي وما بالنسبة للملاعبية معناها اليوم نجي ونقولوا لا ثم ميركاتو وثم الملاعبية يخدموا في النادي الصفاقسي ما يخدموش راه مع شخص معين ولا مع يخدموا في النادي الصفاقسي وهذه عملية تجديد العقود وتجديد العقود ما تجيش ليلة صلى الله ما تجيش في فترة متاع ميركاتو يعني هذا الموضوع كان ينجم يطرح نفس الشيء في آخر موسم جنرال ما في آخر موسم وقت جلسة عامة مش تنعقد تنجم زيادة نفس الشيء تجي تقول آه هذه راه ثم فترة متاع ميركاتو في جوان ولا جويليا وراو ثم ملاعبية ما عندهمش وضوح الرؤية وأنا يظهر لي الآن ولا في جوان ولا كذا اللاعب عنده عقد مع النادي الرياضي الصفاقسي وإذا كان ثم لاعبين اللي تفكير في تجديد عقودهم أنا كمسير سابق في النادي الصفاقسي تحملت مسؤولية لعديد السنوات في مختلف المراكز في النادي الصفاقسي ما نصحوش للملاعبي وقت اللي يوري حر احنا ننصحوا اللي تعلمناه في النادي الصفاقسي ننصحوا للملاعبي عام وعامين قبل ما يولي حر مش نستناه واحنا حتى الملاعبي نقولوا اه الميركاتو هاي بعد غدوة هاي هاتنا عيطولوا غدوة باش ننصحوا معاه كونتراتو جديد ولهذا انا يظهر لي للملاعبية اللي ما تمش تجديد عقودهم ثماش فكرة أنها تتجدد لأنه كانت تجدد ثم فكرة أن العقود هذه تتجدد رأوا ربما تم الاتفاق والتجديد وأنا رأوا تعالى اتصلت به في الأسبوع اللي قبل الجلسة العامة 3 مرات وما اتصلتش فيها على الجلسة العامة يعني باش نكون صادق معكم وانتم تعرفوا اتصلت به عن موضوع بتاع اقتناء الحار قلت يصير عشان يسمع من برا وكذا وحاولت نتصل به أنا وحاولت نتصل به المدير العام لشركة CSSA اللي هو سيبارتا بيس نفس الشيء وقعدنا باتصال لا يقيتوش هي اتصل شي به كي يكلم مجيد باش يكلمه باش يطبع التليفون ما عشنو وكذا ما نجمش نتصل به ونفس الشيء حتى بعد التصريح هذاك حاولت نتصل به وما عنديش أنا خلاف خاص مع لطفي عبد الناظر وما ثمينش لا حتى في هاي الدعم أكيد أن الناس تخدم مع بعضها تصير هكا شوية معناها نايم هيك من البلد الشخصي متماسكة ولا خوف في الجانب تفضل ليه سامحني أيوة سامحني إذا على مشروع الحفلة كيف ما قال سيسيا ديما تثمر برشا في دورنا هما لي سوسيوس اوروب الكونتريبيسيون تاعهم كبيرة ياسر واش تكون اون تيرم دو بورسونتاج كبيرة ياسر في الحفلة اما الحفلة عطاكم كيلكو فلاش سلاح باش تكون ان شاء الله انونسي في حفلة صغيرة ندعيوكم بيها ونشوفوا مع بعضنا الكونسيبسيون تاعها ونشوفوا لي ديتاي بالضبط ونحاولوا نقولوا لكم كيفاش نعملوها في الكونسيبت ويكون حاضرة معنا الهيئة المديرة وقتها وعلى شباب قدماء رؤساء النادي الصفاقسي باش يكونوا قدماء اللاعبين وقدماء رؤساء النادي الصفاقسي باش تكون في قيمة الحدث اليوم فلاش باش نبدلوا به المطعم معناتها شوية نتاع الخلافات وكذا نحطوا روحنا في جو نتاع فرح. شكرا ليك شكرا سوسيوس
والله صحيح البلاد ليش من حفظ ديمقراطي الجو وسوسيوس بقلنا بعد حماسي كان وجمعين كان في المحليين وعند حتى الانتخابات تعدد في كانت الشفافية الديمقراطية كنا حاطين حتى جو سير عليهم وكنا شفنا حتى عملية تصريحات فشلاء إلا ونعموا لو نحن الغاكة كل شيء يعطيكم الصحة يكون خير حتى مليني ولا مليزيين عمل خاطر تلقونا شوية من الانتخابات جميعنا في الاسفاكسي قاعدة بين حائرة بين بنين دول يقول لك من هنا هذه من هنا تبني من هنا تشوي يا وين نكملوا مع السيد لطفي عبد النظر ويا وين ما نكملوش مع السيد لطفي عبد النظر وشكون البديل نتاع السيد لطفي عبد النظر البديل انت الناس الاصلاح كنت كلمت حتى في قناه تونسيه ما نعرفش يعني يكون الزميل ما تفطنش قلت لا جاي البديل وثم البديل وقلت كيما قلت لا جاي البديل وثم البديل وكانك على يقين انه ثم البديل البديل هذا شكون يمكن انا كنت في بلاصه نقول لك ديريكت شكون البديل قلت لا جاي البديل وثم البديل وتزيد حتى نسجل عاود شفتها حتى على الفيسبوك هذا فين كان تعطينا البديل سمعنا حاجه اخرى ما سامحوني كان طولت ام ديكلاراسيون قريتها في اسبوع سفاكس في جريده الكترونيه السيد مصطفى خميخم يعطي زمن الترشح لرئاسه النادي الاسفيرتي موقفكم انتم كاسوسيوس وهل نصيحتكم في الامر هذا ولا تكلموا باش نجاوبك انا على البريمير بارتي هي هي صحيح وانه لي زاديرون في النادي الاسفيرتي سون با تري اكتيف واحنا في مكتب التنفيذي تاع سوسيوس النادي الاسفيرتي قاعدين حاسين برشا ان نحثوا لي زاديرون انهم يحضروا وهذايا سي تاع بروجي اللي مش نبداو